وثائق تم نشرها يوم أمس من وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية بشأن رفع فيزة مصر. خلونا نشوف في البداية الوثيقة ورح أحكي لكم التفاصيل اللي رافقت هذا الموضوع. اللي صاير انه تم رفع سعر الفيزا من 150 دولار الى 200 دولار واستغلال السائح العراقي في مصر من قبل بعض الجهات وشركات السياحه الذين جعلوا اصدار الفيزا حصريا من خلالهم. طبعا قررت وزاره الثقافه ايقاف التعامل مع الشركات السياحيه المصريه. كان السبب هو اللي استغلالها السائح العراقي في مصر. طبعا وجاء في الوثيقة مثل ما شفنا قبل شوية تقرير إيقاف تعامل شركات السفر والسياحة العراقية مع الشركات المصرية في بغداد ولحين إيجاد حل لظاهرة استغلال السائح العراقي، وبخلافها تتخذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة. قرار حلو وجيد وفي وقته، بما أنه هو موسم السياحة بكثير من البلدان، مصر وتركيا وغيرها من هذه الدول، فمن الضروري كان أكو موقف من الجهات الرسمية العراقية بشأن هذه المواضيع وإيقاف هذا الجشع من قبل بعض الشركات المصرية حسب ما يقال. طبعا هذا الموضوع رافقت التعليقات، خلونا نقرأ جزء من التعليقات. فكانت أولى تعليقات المفروض من البداية هذا الإجراء مو تخلوهم براحتهم، لا بما أنه هو موسم للسياحة فكان القرار في وقته أعتقد. خلونا نشوف تعليق آخر. يوم التركيا العزيزة اللي قاعدة تنطي رفض، فعلا أكثر الفيز اللي أو التأشيرات من تركيا هي يتم الرد عليها بطريقة أو ترفض من العراقيين أو مواطنين عراقيين، على الرغم أنه هي السياحة اللي تنعش هذا البلد، لكن أكو رفض يجي على كثير من الفيز العراقية. المهم نشوف تعليق أخير للموضوع ومن بعدها ننتقل لخبر آخر. هي شبيها مصر ادفع عليها فيزا 200 دولار، والله احنا مكبرين روسهم. لا الناس تطلع بفتره العيد لسياحه، الشخص يحتاج.